السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد على قبل الرايتين. بزاف تلاميذ بقاو كيسولوني كيفاش نكتبوا الرايتين، بما ان الامتحانات قربوا تقدري تعاونينا بشي استراتيجيه ولا منهجيه. دونك اليوم انا غادي نعاونكم بواحد المنهجيه اللي غادي تتبعوها مزيان وغتنفعكم ان شاء الله في الامتحان. واكيد الرايتين كيف كتعرفوا عليه 10 نقاط، غادي تبعوا معايا مزيان. لكن قبل ما نبدا حاولوا توصلوا هذا الفيديو ل 1000 لايك، 1000 مشاهده، باش ان شاء الله يوصل لبزاف الناس. بزاف التلاميذ راهم محتاجين باش يعرفوا كيفاش كيتكتب الرايتين. دونك كيف اون فوا تبداو تفرجوا في الفيديو ضغطوا على لايك وحاولوا توصلوا هذا الفيديو لبزاف الناس. وحاجه اخرى، الا كان عندكم اي تساؤل تقدروا تكتبوا لي غير في الكومونتير، انا كنقرا لي كومونتير كاملين وكنجاوب عليهم. والا كانت عندكم اي تساؤل مثلا بغيتوش تكتبوا لي في الكومونتير تقدروا تواصلوا معايا في الانستغرام، حتى هو كنجاوب عليه. دونك نبداو دابا على بركه الله. منهجيه باش تكتب الرايتين عندنا ثلاثه، غندوزو من ثلاثه الخطوات. ثلاثه الخطوات: انتروداكشن، بادي، كونكلوجن. انتروداكشن، بادي، كونكلوجن، يعني المقدمه، العرض، الخاتمه. كيف كنقولوا المقدمه؟ توبيك سنتنس. توبيك سنتنس صياغه مقدمه، اي فكره رئيسيه للموضوع. كيفاش الموضوع غادي نبداو؟ بزاف الناس او بزاف التلاميذ فاش كيتحط لهم وكيعطوكم واحد التقديم، كيعطوك لكم مثلا واحد السؤال باش تبداو تكتبوا الرايتين، كاين من بعض التلاميذ كيشدوا غير داك السؤال كيصوغوه، يعني كيعاودوا يكتبوه بطريقتهم الخاصه وكيرجعوه مقدمه. لكن كاينين التلاميذ اللي ما غيعرفوش كيفاش يعاودوا يصوغوه. انا غنعطيكم ثلاثه المقدمات، غنعطيكم ثلاثه المقدمات تقدروا تحفظوهم. مقدمه اللي كتكون على موضوع ايجابي، مقدمه اللي كتكون على موضوع سلبي، ومقدمه اللي فيها ايجابيات وسلبيات. رتبوا معايا الفيديو حتى الاخر. دونك هذه هي توبيك سنتنس، صياغه مقدمه. بالنسبه لبادي، بادي العرض، ديسكشن كتكون مناقشه، مناقشه الموضوع، يعني غادي نعطيو فيه افكار رئيسيه وافكار جزئيه. سيبورتينغ ايدياز ويد اكزامبلز، سيبورتينغ ايدياز ويد اكزامبلز، يعني هذوك الافكار او الجمل اللي كتدعم بهم داك الموضوع ديالك، وباش كتدعمو بدلائل او بامثله، جمل وافكار لمناقشه الموضوع. كونكلوجن، كونكلوجن عندنا الكونكلودين ايديا، يعني باش كنختم الموضوع. باش كتختم الموضوع تقدر غير تلخصو، تعطي واحد التلخيص. حتى الكونكلوجن غادي نعطيها لكم ان شاء الله، خاصكم غير تحفظوها. تقديم، استنتاج، تقدري تستنتج يعني شنو هو، شنو استنتجتي من هذا الموضوع كامل، اولا تعطي الراي ديالك. انا دابا ان شاء الله غادي نعطيكم، نشارك معكم ثلاثه المقدمات تقدروا تحفظوه. مقدمه الا كان عندكم موضوع ايجابي، موضوع ايجابي بحال مثلا ليرنين، تعليم، ليرنين لانجويجز يعني تعلم اللغات، هذا اكيد موضوع ايجابي. ايدوكيشن اللي هو التعليم، تقرا، دراسه، هذا حتى هو موضوع ايجابي. مثلا الا بغينا ندوزو لموضوع سلبي بحال سموكين، تدخين، اكيد هذا موضوع سلبي. الا بغينا نقولوا دراغز، دراغز يعني المخدرات، حتى هو موضوع سلبي. اما الا بغينا نقولوا بموضوع اللي عنده ايجابيات وسلبيات بحال مثلا السوشيال ميديا، عندها ايجابيات وسلبيات، بحال ديستانس ليرنين، تعليم عن بعد، حتى هو كان عنده ايجابيات وسلبيات. ويقدر يتحط لكم هذا الموضوع، دونك نقدر نعطيكم اكزامبل عليه ان شاء الله. ويقدروا مثلا بحال كيف قلت لكم السوشيال ميديا، فيسبوك، ديستانس ليرنين، اولا مثلا كورونا فيروس. كورونا فيروس حتى هي عندها سلبيات وايجابيات، الا دخلنا عليها لوك داون اللي هو الحجر الصحي، راه كاينين ايجابيات وكاينين سلبيات. دونك بقاو معايا باش تشوفوا هاد ثلاثه المقدمات، ثلاثه الانواع بالمقدمات على شكل منهجيه، غير تبعوا معايا. سو كيف كتشوفوا هنايا عندنا ثلاثه المواضيع، ثلاثه المقدمات عطيتكم في منهجيات مختلفين. موضوع ايجابي بوزيتيف توبيك، موضوع سلبي نيجاتيف توبيك، وموضوع مزدوج ميكس توبيك. هادو هما اللي غيقدروا يعطيكم، يعني بغض النظر على الايميل ولا اللاتر حتى هما غادي نديرهم لكم. ولكن في الرايتين يا اما يعطوكم موضوع سلبي، موضوع ايجابي، ولا موضوع فيه ايجابيات وسلبيات، هادو واحد في هادو. وغيكتبوا لكم، غيقولوا لكم يا اما كتبوا باراغراف ولا ايساي، حتى هي غنوريها لكم في هذا الفيديو كيفاش كتكون ان شاء الله. دونك غتحفظوا هاد ثلاثه، هادو هما اللي غيكونوا سلبي ولا ايجابي ولا ميكس. نبداو بالايجابي، بوزيتيف توبيك. نو وان كان ديزاغري ذات، وغتكتبوا السميه ديال التوبيك. مثلا ايجابي غنكتبوا هنا ايدوكيشن،
No one can disagree that education or that learning, learning for example English, تعلم اللغة الإنجليزية, no one can disagree that, وغتكتبوا هذاك الموضوع, plays a global role, a global role, global role, دور شامل. In our life, we have to be aware to discuss this important topic. حتى واحد ما يقدر يرفض, حتى واحد ما يقدر يناقش بان هذا الموضوع, هذا الموضوع اللي غتكتبوا سميتو راه كيلعب واحد الدور شامل, واحد الدور اساسي في الحياه ديالنا. خاصنا نكونوا يعني واعيين باش نناقشوا هذا الموضوع الجدي او هذا الموضوع اللي هو مهم. No one can disagree, حتى واحد ما يقدر يرفض, حتى واحد ما يقدر يناقش بان هذا الموضوع فعلا مهم. كليير, هذا هو البوزيتيف توبيك. موضوع سلبي نيجاتيف توبيك, no one can dismiss, غتقدروا تكتبوا no one can disagree, no one can dismiss, no one can deny, حتى واحد ما يقدر ينكر. هادو كيكونوا باش كتبيو المقدمه. No one can dismiss that, وغتكتبوا هذاك الموضوع السلبي اللي عطاوكم, smoking ولا drugs ولا حسب شنو ما عطاوكم. No one can dismiss that, for example smoking, no one can dismiss that is one of the huge issues, issues القضايا, قضايا مثلا ضخمة, huge issues that we face, that we face nowadays, هذه الأيام. We can say that this topic is really important to be discussed. حتى واحد ما يقدر مثلا يناقش بأن هذا الموضوع هو من أهم القضايا الضخمة اللي كنواجهوها هذه الأيام, ونقدروا نقولوا بان هذا الموضوع راه فعلا مهم للمناقشه. هذه هي المقدمه ديال الموضوع السلبي. باش ندوزوا للموضوع المزدوج اللي هو ميكس توبيك, اللي كيكون فيه ايجابيات وسلبيات غنقولوها في المقدمه. No one can deny that, وتكتبوا التوبيك مثلا سوشيال ميديا, فيسبوك, كورونا فيروس, as they, I mean they give you, no one can deny that, وتكتبوه is blended, no one can deny that is blended, يعني mix فيه إيجابيات وسلبيات. Is blended, it means it has cons and pros, cons and pros. Cons, it means negative, pros, it means positive. Cons, negative, سلبيات وإيجابيات. نقدروا نقولوا cons and pros, نقدروا نقولوا positives and negatives, ونقدروا نقولوا advantage and disadvantage. دونك هادو هما ثلاثه المقدمات اللي عندنا. دابا غادي ندوز نعطيكم الباراغراف كامله ولا الايساي كامل, خاصكم غير تعرفوا كيفاش تخدموا عليه مزيان. وكيف كتشوفوا هنايا ايساي, كتبت لكم قالك هنايا to form an essay or paragraph. هذا راه ايساي. شنو هو ايساي؟ بحال المقاله, يعني كتكون مقدمه بوحدها وكتخليو هنا واحد لي سباس, واحد ثلاثه المربعات كتخليو واحد لي سباس, وفاش كتساليو المقدمه كديروا فول ستوب بوين, وكترجعوا للعرض, كترجعوا زعما للسطر باش تكتبوا العرض, عاوتاني كتخليو حتى هو واحد لي سباس وتكتبوا العرض كامل وديروا فول ستوب وترجعوا للسطر وتخليو هاد الاندنتيشن, كتخليو لي سباس صافي وديروا نقطه. هذا هو الايساي, هذه هي المقاله. اما باراغراف كتخليو اندنتيشن وحده, يعني سباس واحد, وكتبقاو تكتبوا تكتبوا تكتبوا. فاش تساليو مقدمه ما ترجعوش للسطر, الا ساليتو مقدمه وباقي لكم لي سباس ما ترجعوش للسطر واخا بديتو العرض, لا غادي تكملوا, غتكملوا 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 حتى الاخر وديروا بوين. واخا ديروا بوين في المقدمه ما ترجعوش للسطر, هذه في باراغراف. ردوا معايا البال مزيان, راه هذه يقدروا يحطيكم عليها ثلاثه نقط غير الا عطيتهم لا فورم مزيانه. اي سي كيتكتب بحال هكا, ولكن باراغراف كتخلي لي سباس ديال الاول صافي وكتكمل الكتابه. هذه هي, هذيك هي باراغراف. نديرو اي سي. دونك المقدمه هنا كيف شرحت لكم قبيله, نو وان كان ديسميس ذات, وغديروا السميه ديال التوبيك, بليس ا جلوبال رول ناوديز. We have to bear in mind, خصنا نحطو في عقلنا, we have to bear in mind that it is really an interesting topic to discuss. No one, حتى واحد ما يقدر ينكر, حتى واحد ما يقدر يناقش بان هذا الموضوع كيلعب واحد الدور كبير هاد الايام, وخاصنا نحطو في عقلنا بان هذا الموضوع راه هو واحد الموضوع جد مهم, جد, جد يعني جد جدي للمناقشه. هذه هي المقدمه, تقدروا غير تحفظوها وتحطوها وكتحطوا هنا سميت topic.
ندوزو للعرض. To begin with, يعني باش نبداو تقدروا تكتبوا to begin with, to start with, first of all. To begin with, to start with, first of all. وكديروا كاما فاصلة. Let's shed light on the importance of وديروا سمية topic. Let's shed light. خلينا نسلط الضوء على الأهمية ديال هذا الموضوع واش كتبوا سميته. مثلا الموضوع اللي هو learning distance learning, حيث هنايا غادي يغير لكم انا الايجابيات والسلبيات, غندير لكم هنا الايجابيات والسلبيات. وحتى الا بغيتوا تقولوا لي لا ولا كان ايجابيات بوحدها ولا سلبيات بوحدها راه باينه, غادي تحيدوا غير هذيك مثلا ادفانتج ولا ديزادفانتج. الا مثلا كان ايجابي غتحيدوا ديزادفانتج, ولا كان سلبي غادي تحيدوا ادفانتج. وحتى اللي ما فهمتوش هذا الشيء مزيان تقدروا تخليوا لي في التعليق وغندير لكم فيديو اخر بوحدو على ايجابيات بوحدها وسلبيات بوحدها. دونك هنا قلنا most of us agree that, وتكتبوا التوبيك has advantage and disadvantage. كل شيء يعني بزاف منا متفقين على ان هذا الموضوع وتكتبوا سميته عنده ايجابيات وعنده سلبيات. الا كان هذا غير عنده ايجابيات غتقولوا has positives, ولا كان عنده غير سلبيات غتقولوا has negatives ولا has disadvantages. Some people هنايا ما غتقولوا most people ولا some people said that وديروا topic is really beneficial. بزاف الناس او معظم الناس كيقولوا بان هذا الموضوع مثلا distance learning مهم, is really beneficial يعني جد مهم او لا كنستافدوا منه. beneficial يعني كيستافدوا منه الناس. beneficial for us, such as هي غتعطي واحد المثال كمثل such as وغتعطيو اكزامبل, واحد الاكزامبل اللي ملموس اللي كتشوفوه بعينيكم واللي بزاف الناس عارفينه غتعطيوه على هاد التوبيك. in addition to this, هاد in addition to this راه هي لينك حيت خاصكم ضروري الروابط كلمه ربط. راه ديجا درت فيديو غير على كلمه ربط تقدروا ترجعوا ليه اللي ما شايفينوش. in addition to this it help us, كيعاوننا it help us to control the manipulation of each system, كيعاوننا باش نكونتروليو باش نكونتروليو التلاعب ديال السيستم ديالو. to control the manipulation of each system full stop. دابا بحال غادي ندوزو للنيجاتيف. in like, هاد in like راه كدير الكونتراست. تقدر تكتب in like ولا تقدر تكتب it's the opposite of, ولا مثلا نقدروا نقولوا on the other hand. هنا نقولوا on one hand, on the other hand, on one hand من جهة تا 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 هنا يا on the other hand من جهة أخرى. ولا in like, in like other people who said that, وتكتب سمية topic has many negatives. ديجا دوينا على ال positives, has many negatives. as an example غتعطيو عاوتاني مثال على نيجاتيف ديال هذاك الموضوع, يعني السلبيه ديال داك الموضوع. ديجا هنا عطينا مثال على الايجابيه ديال داك الموضوع, دونك هنا غتعطيو مثال على السلبيه ديال الموضوع. وهنا عندنا واحد ربط الكلمات اخرى باش نلتحقوا للفكره الثانيه. moreover يعني بالاضافه الى, moreover it is considered as a stumble in this trouble, يعني كتعتبر كعائق لهذا المشكل. It is considered as a stumble in this trouble. Full stop. So we have to do our best to find the solution for this issue. دونك خاصنا نديرو كل ما في جهدنا باش نلقاو باش نوجدو حل لهذا المشكل, حيت هنا كنبيو على النيجاتيف. To conclude, ها هي الخاتمة, هذه غير حاولوا تحفظوها, كتحط بزاف يعني تقدر تعاونكم بزاف هاد الخاتمه. تقدروا غير تجيو تكتبوها تحطوها في اي موضوع. to conclude, community يعني الناس, community should collaborate, يقدروا يتعاونوا خاصهم يتعاونوا, should collaborate with the government to bear the responsibility so that can get a better life. يعني باش نلخصوا in brief, تقدروا تكتبوا to conclude, تقدروا تكتبوا in brief يعني كخلاصة كخاتمة.
communities should collaborate خاصها تعاون مع الحكومة باش تحمل المسؤولية باش يلقاو واحد الحياة حياة أجمل أو لحياة أفضل. To conclude, communities should collaborate with the government to bear the responsibility so that can get a better life. Clear. دابا غادي نحاول غير نعاود نقرا عليكم باش تفهموا مزيان الا ما كانش واضح لكم بعض الكلمات. No one can dismiss that topic تكتبوه plays a global role nowadays. We have to bear in mind that it is really an interesting topic to discuss. To begin with, let's shed light on the importance of topic تكتبوه. Most of us agree that your topic has advantages and disadvantages. Some people said that your topic is really beneficial for us, such as a typical example. In addition to this, it helped us to control the manipulation of its system. And like other people who said that your topic has many negatives, as an example, moreover, it is considered as a stumble in this trouble. So we have to do our best to find a solution for this issue. To conclude, communities should collaborate with the government to bear the responsibility so that can get a better life. كنتمنى يكون هذا الفيديو نفعكم بزاف وتعرفتوا ان المنهجيه كيفاش كتكون والخطوات اللي خاصكم تتبعوا. ما عليكم غير بالمراجعه وتبعوا معايا هذا الفيديو مزيان. كيف قلت لكم الا كان باقي عندكم اي تساؤل تقدروا تخليه لي في لي كومونتير وانا غادي نجاوبكم عليه ونقدر ندير لكم فيديو اخر. خليتكم على خير دابا مره اخرى ان شاء الله في الفيديو الجاي وغادي نحاول نناقش معكم ايميل كيفاش غادي تكتب الايميل. اوكي okay. See you later.